سؤال على ازاله البطن وارتخاء البطن وربما ترهل البطن. عندك واحد الوصفه اللي كتستعمل فيها القرعه الحمراء، وقلتي لي انه القرعه الحمراء من الخضر اللي داخله بكثره البيت في روسيا. اكيد، لان القرعه الحمراء فيها كما قلنا البيتا كاروتين، فيها املاح معدنيه، ولكن هذه الاملاح مركزه. الهدف ديال الاملاح شنو هو؟ هو التوازن الحراري. ان الاملاح ملي كتدخل لينا للدس ديالنا، الاملاح المعدنيه كتخلي درجه الحراره كتوازن في الجسم ديالنا، سواء درجه الحراره مرتفعه ولا درجه الحراره اللي كتكون منخفضه بزاف. القرعه الحمراء اللي كناخذوا منها معلقه كبيره ديال اللب ديال القرعه الحمراء مفوره، وكان او مسلوقه ماشي مشكل، وكنطحنوها مع كاس كبير ديال عصير البرتقال. عصير البرتقال الغني بفيتامين سي كيرفع لينا من القوه ديال القرعه خمسه ديال المرات، وكناخذوا هذا المشروب هذا نص ساعه بعد وجبه الافطار. يعني دابا رمضان بقات 3 ايام ولا هذه، يعني ناخذوها بعد وجبه الافطار، وفي الايام العاديه كناخذوها في الصباح بعد وجبه الفطور. نداوموا على هذه المساله، ونزيدوا واحد المساج ديال زيت البرتقال اللي كنديروا مساج دائري كل ليله مده ديال 10 ديال الدقائق، وكنخليوه كنباتوا به. وهاد الوصفات كنداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال 4 شهور. وحنايا كنتمنوا ان كل هذه الوصفات ان شاء الله غادي تريحكم، وغادي تلقاو عليها الراحه ديالكم الان.